دابا غادي ندوزو للمرحلة الموالية وهي طريقة الخدمة ديال هاد الوريقات. كما ستلاحظوا تيجيو رائعين. غادي نوريكم الطريقة بالخطوات. أول حاجة غادي نعملو عقدة البداية، من بعد نعملو سلسلة فيها 11، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11. من بعد ما كملنا السلسلة فيها 11 غادي نجيو لأول غرزة، يعني هاد الغرزة الموالية غادي نعملو غرزة حشو. من بعد تنجيو الغرزة الموالية وتنعملو غرزة نصف عمود. ثم تنعملو غرزة عمود بلفة واحدة في الغرزة الموالية كما ستلاحظوا. في الغرزة الموالية غادي نعملو غرزة عمود بلفتين. وفي نفس الغرزة تنعملو غرزة عمود بلفتين، يعني تيولو غرزتي عمود بلفتين في نفس الغرزة. تنجيو الغرزة الموالية وتنعملو غرزة عمود بلفتين. ثم تنجيو الغرزة الموالية يعني اللي تابعها تنعملو غرزة عمود بلفتين. كما تلاحظوا معايا دابا غادي نعاودو نعملو غرزة عمود بلفتين في نفس الغرزة. من بعد تنعملو غرزة عمود بلفتين في الغرزة الموالية كما تلاحظوا معايا. ثم تنعملو غرزة عمود بلفة واحدة في الغرزة الموالية. غرزة عمود بلفة واحدة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة الموالية. باش تبدأ تشكل لنا الورقة ديالنا. ثم غرزة حشو في الغرزة الموالية. ثم تنعملو سلسلة واحدة في نفس الغرزة اللي عملنا فيها غرزة حشو غادي نعملو غرزة حشو.
من بعد نبداو نخدمو بنفس الترتيب اللي خدمنا به هاد الجهة، غادي نخدمو هاد الجهة. يعني غرزة حشو تبعها غرزة نصف عمود، يعني في الغرزة الموالية ثم غرزة عمود بلفة واحدة، ثم تنعملو غرزة عمود بلفتين في الغرزة الموالية، تنستمر بنفس الترتيب. من بعد ما كملنا هذه الجهة، غادي نختمو بمنزلقة، كما تلاحظوا معي يعني نفس الخطوات اللي خدمنا بها هذه الجهة هي اللي خدمنا بها هذه الجهة. من بعد تنجيبو سلك، المهم السلك يكون رقيق، تندخلوه في هاد الغرزة كما تلاحظوا، تقريبا تندخلوه النصف ديال هاد السلك، تندخلوه في هاد الغرزة بهذا الشكل. تنعملو سلسلة، من بعد تنعملو غرزة حشو فوق كل غرزة، وبطبيعة الحال السلك غادي يكون معاهم، يعني غادي نجمعو الخيط مع السلك بهذا الشكل. تنعملو غرزة حشو فوق كل غرزة، تنستمرو تنستمروا حتى تنكملوا هاد الدورة كاملة. والدور ديال هاد السلك هو أنه توقف لنا الوردة مزيان، توقف لنا الورقة عفوا، توقفها مزيان وتيجي الشكل ديالها زوين كما تلاحظوا معايا. وغادي نستمروا بغرزة حشو حتى تنكملوا هاد الوريقة كاملة. بطبيعة الحال السلك غادي يكون ما بين الوريقة والخدمة ديالنا، يعني غادي تجمع الخدمة مع هذا السلك، حيث هو اللي تيوقف الورقة ديالنا، وتقدر الورقة تشكلوها كيف ما الشكل اللي يعجبكم، تجي الشكل ديالها زوين وأنيق كما تلاحظوا. من بعد ما كملنا الدورة ديالنا كاملة، غادي نختمو بمنزلقة باش غادي نسدو هاد السطر. كما تلاحظو هذا هو الشكل ديالها، من بعد تنعملو سلسلة واحدة. من بعد ما عملنا سلسلة، تنعملو منزلقة في الغرزة الموالية، ثم سلسلة واحدة ومنزلقة في الغرزة الموالية، تنستمروا حتى تنوصلوا لهاد المنطقة. وغادي نقول لكم اش غادي نعمل. كيف ما تلاحظوا معايا يعني هاد المسألة اللي تنعملو ديال سلسلة ثم منزلقة، تعطينا هاد الشكل ديال الزيكزاك اللي تيكون في الوريقات، يعني تيعطيها واحد الشكل زوين. كيف ما تلاحظوا معايا هاد الغرزة اللي كنا عملنا فيها يعني سلسلة، غادي نعملو فيها غرزة نصف عمود. من بعد ما عملنا غرزة نصف عمود، غادي نعملو غرزة عمود بلفة واحدة في نفس الغرزة.
ثم غادي يرتفعوا بسلسلة فيها ثلاثة، يعني واحد جوج ثلاثة، تنجيو لهذه الغرزة الأولى وتنعملوا فيها منزلقة، تنجيو الغرزة الثانية نفس الشيء منزلقة، ثم تنجيو لهذه الغرزة كما تلاحظوا هي وهذه، وتنعملوا غرزة حشو بهذا الشكل، تتعطينا هذا الشكل، ثم تنعملوا غرزة نصف عمود في نفس الغرزة، تتعطينا هذا الشكل. هذا هو الشكل اللي تنحصلوا عليه. من بعد تنعملوا سلسلة سلسلة واحدة ثم منزلقة في الغرزة الموالية، وتنستمر بنفس الطريقة اللي خدمنا بها الجهة الأخرى، يعني سلسلة ثم منزلقة حتى تنكملوا هذه الجهة كاملة. من بعد ما كملنا تنختموا بمنزلقة، صافي. ناخذ هذه اللي جريناها بهذا الشكل، تندخلوها في وسط، يعني السير كيجي وسط منها، وتنجرو باش تتقف لينا مزيان وتتفينا مزيان. كيف ما تلاحظوا، يعني من بعد ما جرينا الخيط مزيان، تنبداو هانتوما كيف ما تلاحظوا الشكل ديالها من الجهة الخلفية، وهذا هو الشكل، هذا هو الوجه ديالها. من بعد تنشدو هاد جوج سلوكات، تنجمعوهم مزيان وتنبداو نلفو الخيط، تنبداو نلفو الخيط، تنلفو مزيان بهذا الشكل حتى تنوصلو القياس اللي بغينا. وهذه هي الورقة ديالنا، كما تلاحظوا تيجي الشكل ديالو مزوين. دابا غادي ندوزو للمونتاج ديال الوريدة ديالنا باش غادي نمونطيها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. Thank you.
Thank you.